هلو أصدقائي، يعطيكم العافية. معكم إبراهيم عباس، معروف باسم فيو. اليوم بهذا الدرس رح نتعلم كيف نخفي علبة ورق الشدة. ما ضروري يكون بايسيكل أو شيء، حيالله علبة ورق شدة، نتعلم كيف منخفيها. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعلم كيف كانت الخدعة من قبل وكيف هلأ صارت، لأنه أنا طورت على الخدعة، كانت شيء معين هلأ صارت شيء تاني، فرح أعلمكم الطريقتين. أهم شيء أصدقائي ما تنسوا قبل ما نبلش تدعموني بلايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى توصلكم كل الدروس الجديدة، بس سبسكرايب تحت. ويلا خلينا نبلش. طيب احبائي، يلي بدنا نعوزه لهيدي الخدعه، بدنا مقص، بدنا جلو صمغ، وبدنا ورق شده. وليكو هون شو عامل. طيب انا جبت علبه ورق الشده، قصيت علبه ورق الشده من هون كلياتها سوا، فاخذت هذا الشكل منها، وهذا الشيء اكيد اخذته معه. اوكي، يعني بدنا نخلي هيدا كلياته من علبه الورق، وهذا كله الباقي ما بدنا اياه كلياته سوا، كله ما بدنا اياه، بدنا بس هذا الشكل من قدام لفوق. وبتجيبوا ورقه شده مثلا، حيالله ورقه شده منكم عايزينها، بتحطوا صمغ من ورا وبتلزقوا هيدي هيك. طيب بصير معكم اخر شيء هذا الشكل، ورقه شده وملزقه. طيب انا بدي اعتبر، يعني اذا بدي افتح علبه ورقه شده ببين معي هذا الشكل، باين انه كانه في ورقه شده هون. طيب هذا هو كل اللي جهزناه. طب انا كيف طورت الخدعه؟ كانوا لاعبين الخفة بس يوقفوا قدام العلم يعملوا هيك مثلا، ويفرجون انه ايدهم فاضية، ومثلا يحاولوا بعدين يخبوا هيدي بجيبتهم بعدين، يعني مش دغري، ويخلطوا الورق قدامهم. هيدي كاستفتاحية للخفة بتبين كتير مهضومة انه انتوا جيتوا دغري وخفيتوا علبة الورق، يعني اسا ما بلشتوا تعملوا خفة بالورق شدة، بلشتوا دغري من اولها. فانا حبيت طورة. يعني كيف بتطوروها؟ بتجيبوا علبة ورق شدة تانية فاضية ونفس الشكل تكون، بتحطوا حيالله شي فوقها، يمكن تحطوا فولار، يمكن تجيبوا صندوق صغيرة حاطين على جنب وبقلبها علبة الورق الشد الفاضية. هلا يمكن تسألوني بالتعليقات، طب بركي الشخص حاب يتفقد الصندوق، إذا أنتم ما خبرتوه شي عن الصندوق ما رح يفتحوا لوحده، يعني إذا أنتم حاطين هيك على جنب، أنا حاطت مثلا هيدي، حاطت تليفون، حاطت صندوق، حاطت كذا، ما حيسألني شو بقلب الصندوق، لأنه هو منه عارف إني أنا رح أستعمل الصندوق أصلا. مهم، اعتبروا معي صندوق وحاطت بقلبه علبة الورق الفاضية. كيف بتعملوا؟ بتمسكوا الورق كلياته وبتزبطوه منيح، بتحطوا بايدكم ميكانكس جريب، اوكي، وبتنزلوا هيدي لتحت كانه الورق الشده مسكر. خلص، بتحاولوا اكيد ما يبينوا ولا شيء على الاطراف، اصلا صعب يبينوا، اذا انتم ماسكين ورق هيك ما بيبين شيء، وهو اصلا الشخص ما بيشك انه انتم عم تعملوا شيء، ما حدا متوقع انه حتخفوا علبه ورق الشده، وانتم ما بتقولوا اصلا هذا الشيء. انتبهوا بالعاب الخفه، ما بدنا نقول يلا هلا بدي اخفي لك علبه ورق الشده، ما تقولوا هيك ابدا، ما تحكوا ولا كلمة، خلص بس بلشوا. فبتفتحوا علبة الورق الشدة هيك، بتهدوها بإصبعكم الإبهام، بتبرموا إيدكم، أصابعكم مسكرين أهم شيء، وبتسحبوا كل هيدا الشيء، بتمسكوا بإيدكم اليمين هيك كون تسحبوهم سحب، أوكي؟ فلكن فتحنا، برمت إيدي، إجت إيدي اليمين، مسكتهم كلهم وسحبت كل شيء. شفتوا كيف شكلها هيدي صار؟ مهم، سحبت كل شيء من ايدي. هلا هو متوقع انه في شيء بايدي شمال، دغري بعمل هيك مثلا وبزتها لهون، او بعمل هيك وبعمل حالي زتيتها على الصندوق المسكر. طيب والحلو انه فيكم تفتحوا الورق طبيعي، لانه اخر ورقه هي اللي عليها القصه كلها، فبس بدكم تضلكم ماسكينها بايديكم. بتفتحوا الورق طبيعي، بتخلطوا الورق بهذا الشكل من دون ما تخلطوا اخر ورقه. ان شاء الله قريبا جدا رح اعمل لكم درس على الخلط كتير مرتب. فبتخلطوا الورق طبيعي، بتفتحوا الورق حيالله شيء. المهم ما كتير تطولوا بهذه الخطوة، إذا أنتوا مثلا زتيتوه على الصندوق، أول ما تعملوا هيك، تعملوا هيك، تمسكوا وبتعلوا بتفرجوا علبة الورق، وهون مثلا بتصيروا بتخلطوا بتفتحوا الورق شوي، وبعد ما تخلصوا شوفوا بإيدي اليمين، بعد ما كنت ماسك هالمسكة بإيدي اليمين بمسك الفلاب هاي الفتحة مع الورق كله، وبمسك علبة ورق الشدة. وهذا أهضم مقطع أنه مش بس اختفت علبة ورق الشدة، رجعت حطيتهم مرة تانية، وما في دليل أبدا يمسكوا عليكم، لأنه أنتوا خلص ضبيتوا الورق بعلبة ورق الشدة وخلصتوا، ما في ولا دليل.
خدعة كتير حلوة وكتير مهضومة، فيكن تستعملوها بكذا محل مثل ما اتفقنا. فيكن توقفوا تخفوا علبة الورق الشدة قدامه وتبلشوا سحر دغري، وفيكن تخفوا علبة الورق الشدة ورق علبة ورق الشدة تطلع بمحل تاني، فيكن بالصندوق حدكن، فيكن تبعدوا المسافة عنكن شوي، فيكن تحطوا ورقة علبة ورق الشدة بقلب الشنطة تبعيته إذا معه شنطة، بتحطوا هاي الفاضية خيب ورق بالشنطة تبعيته وبتمسكوا هاي بتبلشوا السحر تبعكن. تخيلوا إنه علبة ورق الشدة تختفي وتصير بشنطته أو تصير بجيبة الجاكيت تبعه يلي معلق هون أو شو ما كان. الزلمة يلي قدامكن بجن إنه شي كتير قوي، يعني مش بس فيكن تنقلوا ورقة شدة من محل لمحل مثل ما فسرتها بدروس اللي قبل، فيكن تنقلوا علبة ورق الشدة كلها سوا. فهيدي الخدعة كتير كتير مهضومة، إن شاء الله تكون عجبتكم أصدقائي. ما تنسوا إذا عجبكم الدرس تعملوا لايك، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، تشتركوا بالقناة تتوصلكم كل الدروس الجديدة. موعدنا إن شاء الله بدرس جديد. باي باي.